وماكلتنا بنينا. عبيدة محبة وتصنيف وعشرة سنين وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهل هالبنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. فورنيتو سهل عليك الكوجينه. خير، مرحبا بكم في الماتينال ليميسيون ديكم من 2 للجمعة من 9 ل 11 متاع الصباح. اليوم في حلقة الأربعة باش نحكيو على القصور الكلوي المزمن. عافانا وعافاكم الله ويا رب يشفي المرضى الكل. كيف كيف باش نحكيو على الألومنيوم، كيفاش نجمو نتعاملوا معاه، سورتو هو موجود في برشا حاجات محيطة بنا سورتو في الماكلة. دونك هذا وغيره من الأركان باش تلقاوهم اليوم معنا. دونك خليكم وما تبدلوش القناة. دونك نقولوا بونجور البنات. بونجور، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباحكم مسك وعنبر. تابعونا من بعد في نشط الخنار، برشا مواضيع باش تعجبكم سورتو عالتوانسة. صباح الفل والياسمين الناس الكل، ان شاء الله جمعتكم مزيانه وسخونه كيف الطقس، ان شاء الله قاعدين تعملوا في حاجات مزيانين. اليوم عندنا لايف ستايل وباش تكون بحذينا مدام ريهان، المارك نتاعها هي اختار وود اللي جاتنا من صفاقس. اقعدوا من بعد باش تتبعوا تعرفوا شنو تعمل مدام ريهان والحاجات المزيانين برشا اللي تعمل فيهم سون باركور، هذا الكل تلقاهم من بعد في لايف ستايل. دونك نقولوا بونجور لي شيف. صباح الخير، نهاركم زين. صباح الخير. صباح الخير شيف، صباح الخير مدام فاطمة درة، درة وشيف فتحية وحبيبة. اليوم اخترت نعمل لكم سلاد كروديتي وباش نخدم لكم زادة بلون بولي فارسي. تتكون من سلاد كروديتي، تتكون من الخضرة اللي هي نجمو ناكلوها تبدا ماهيش طايبة، كيما السفنيرية، كيما مثلا البصل، كيما الشوفيغ شوغوج اللي هما الكرنب الأحمر والكرنب الأخضر والفقوس. كيف كيف باش نرابيهم مع بعضهم نعملهم ديكور تخرج لنا سلطة بنينة. وبالنسبة للبلون فارسي اللي هو الفارس نتاعو زيتون طن وبطاطا نطيبوها في الماء تولي كيما البيري، وفلفل بار العبيد وفاح بالطبيعة وزيت زيان ثوم فورنيتو. ونجموا نستعملوا زادة فيهم طماطم عبيدة وهروس عبيدة باش نحرحروا ونبنوا ماكلتنا. قبل ما نتعدل مدام فاطمة خلي كلمتي لشيف فتحي اللي تعمل لكم تبارة بنينة كل يوم. أنا اليوم بيسكو برشا في الباج أوفيسيال طلبوا لي تويل تاع الأوزاموند اللي هما تويل باللوز، باش نمشي إتاب باغ إتاب نوريكم لي تويل كيفاش يتعملوا، كيفاش ينجحوا، كيفاش تثنيوهم على القلقال، واللي عنده معناها المول باش يطوي عليه لي تويل تشوفوهم كيفاش يتعملوا. تابعوني إتاب باغ إتاب. أنا بطبيعة ما نستغناش على اللي نخدم معاهم، هما وردة وسمارت شيف وعظامة مليحة، هذوما هما باش يتابعوني على طول الخدمة متاعي، نوريكم خطوة بخطوة كيفاش تعملوا لي تويل، كيفاش تخلطوهم، كيفاش تنجحوا فيهم. سورتو هذه اللي عندي باش نوريه لكم اليوم فاطمه. ميرسي بوكو لي شيف، يعطيكم الصحه. حنا نشوفوا سبوت الخاصه بالما ونشوفوا الكوتش ميساش محضره. مي بالما، مي منبع طبيعي، ريش مغنيسيوم اي اون كالسيوم. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. صباح الخير، صباح الخير فاطمة، صباح الخير الناس الكل. دونك كالعادة معكم كوتش ميسا من كلوب بيبي جيم. عنا اليوم اون سيونس دو تونيفيكاسيون مسكولير باش نخدمو اليوم ترافاي بالبواد كور نتاعنا. دونك باش نشوفو دي زيكزارسيس دو غيناج دابدو اي بام. موزيكا. دونك باش نبداو بالغيناج، نهز الدم نتاعي ونخليه أليني، نكبس الكرونفيسي ونكبس الأبدومينو، نفس بالكدا إي جو ريزيست. Only there was one day, some way of controlling.
الباب اي اون شانج شنو نخدمو ابدو نخدمو بارتي انفيريور دو لابدومين خلي الجنو 90 درجه باش نهبط جنب نتاعي باش نطلع من غير ما نحرك لارتيكولاسيون دو جنو اي دو ما نمسش القاع دونك نقعد ديما جنب نتاعي ليبر في الهواء à 90 degrés, on applique les jambes. Un, et deux. Et relâchez. Alors, je vais faire un peu de planche. Ou de préférence, si tu as besoin l'abdomen زيد معناتها عندنا الكريس زيد نخدمو البارتي انفيريور دو لابدومين ليزيكزارسيس كيما اللي خدمناه توا وإذا كان بعد باش نحسن أكثر الخدمة نتاعي على الابدومين باش نخدمو كرانش دونك دو بريفيرونس إذا كان عندنا كرش ما نعملوش كرانش من الأول دونك باش نطلع في الكرانش وندور باش نخدم لي زوبليك نرجع ونوخر تاني 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 1 et 2 3 et 4 les coudes نتاعي ما نقربهمش نخليهم محلولين relâchez توا باش نخدمو غيناج أو دو توا كات خمس ست نخدمو ما نهزش ما نهبطش راسي وما نهزش راسي خليه أليني مع البدن متاعي نفس نقعد اون غيناج نكبس الابدومين نتاعي الكرون فيسي ونقعد انيمي ما نهبطش الروطة وما نطلعش الفوق دونك هنا زوز غالطين باش نقعد انيمي و جو مانتيان باش نقعد نخدم اون تونيفيكاسيون للمسكل نتاعي جو غلاش جانسبير جيكسبير ليكزارسيس هذايا سوا باش نخدمو اجنو سوا باش نخدمو اون ديفيكولتي معنتها اون بوزيسيون بامب جنو مش باش نحطوهم في القاعة دونك لهنا باش نعمل بامب اون اسكالي نرجع ونعاود بامب قدم بداية ونرجع ونعاود بامب بالطبيعة الباسان تاعي ما نعملش هكا غلطة دونك خليه اليني ونكمل 1 اي 2 نحب نزيد الديفيكولتي دونك باش نقف نخدم با اون اسكالي نقدم ونرجع 1 اي 2 Je relâche,
نجي نعمل شوية ستريتشينغ نرفع لي موسكل نتاعي قدم كبرة Donc, qui m'a chauffé les exercices et donc ma en tonification, belle poids de corps, de préférence, mais là où le coup normal n'a un échauffement cardio en même temps, les graisses à l'abdomen interne. On bat qui les muscles internes. يكون خير خير من يخلي الجريس وما نخدمش كارديو ونخدم المسكل تحت الجريس دونك دو بريفيرونس تكون الخدمه مع بعضهم كارديو او ميم طون نخدموا لي مسكل نتاعنا ونعملوا رانفورسمون لي مسكل نتاعنا دونك مرحبا بكم في بيبي جيم وميرسي اللي تبعتونا ميرسي بوكو كوتش ميسا يعطيك الصحه نشوفوا توا الابراج وخبيت لنا باقي الجمعه هذه تفضلوا مرحبا بكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق إن شاء الله يعجبكم قبل كل شيء مش نبدو لكم بأبراج هذا الأسبوع وهو برج الحمل هذا الأسبوع تحقق النصر وتقدم أفكار ناجحة وتتحسن أعمالك وتدفعك للأمام وكل عمل تقوم به يلقى التحسن العاطفة اترك القرارات السلبية وشد في علاقتك وتمتع باللحظات الجميلة مع الحبيب الصحة بعد التعب والإرهاق لا بد من الراحة الثور في هذه الأيام المباركة إذا كنت تبحث عن عمل تلقى وإذا كنت تحب تحقق أمنية يستجيب لك القدر نشجعك يا برج الثور بالتحرك الصحة عليك بالرياضة وخرج الطاقة السلبية متاعك برج الجوزاء الحظ يبتسم لك وترجع نشاطك الجسدي والمعنوي هذا الأسبوع مناسب لتقديم مشاريعك وتنطلق بخير إن شاء الله العاطفة هذه الأيام علاقتك على شفير الهاوية بعدت الخطر ورجعت وترجع العلاقة ملآنة بالشوق والحنان الصحة في مرحلتك هذه المخطئة استشير أهل الذكر من الأفضل الأسد الفلك يساعدك في هذا الأسبوع تنتصر على الأتعاب والإرهاق وتجيك عروض ممتازة وتتفتح لك الأبواب قدامك وظروفك ماشية وتتحسن العاطفة أسبوع مليان بالحب واللقاءات الصحة لازمك القيام بأنشطة صحية وحيوية اللي تخرجك من الكسل والخمول العذراء رد بالك الفلك يحذر من النزاعات في العمل هدي أعصابك واصبر وانتبه وكون واعي كما يطلب منك الفلك العاطفة الشراكة في حياتك مع الحبيب تجلب السعادة وتطمئن القلوب الصحة حاول تجنب الأزمات الصحية والأتعاب باش تبعد الإرهاق الميزان الفلك يقول انتبه ما تخاطرش بروحك على كل ما يدور حولك ثم انطلاقة جديدة حسن وضعك الاجتماعي العاطفة لا داعي في تأزيم المواقف بينك وبين الحبيب الصحة صحتك جيدة وهذا بفضل نظامك الغذائي وممارسة الرياضة العقرب الفلك يفرض عليك بعض الشروط تعيش أيام جيدة وحلوة وتخرج من الأزمات والعوائق النفسية وتقدم نتائج جيدة ومرضية العاطفة تكلم مع الحبيب بوضوح وصراحة ووري أفكارك ومشاعرك الصحة شعورك بالتعب والإرهاق المستمر السبب متاعه هو التوتر اللي انت تعيش فيه القوس الأجواء النارية تدعم مسيرتك والفلك ينصحك بالابتعاد عن التوتر والغضب
وشعورك بالخطأ غير مرضي ومقلق. العاطفة، ما تترددش على كشف مشاعرك، مش تتفاجأ برد فعل الحبيب. الصحة، تجنب الانفعالات العصبية الزايدة، راهي تتسبب لك أضرار بالغة على صعيد صحتك النفسية. الجدي، تعامل مع الأمور بجدية لكسب المزيد من المال، وحافظ على تواضعك وإنسانيتك. أما بالنسبة للعاطفة، تتراجع الضغوط وسهل عليك اتخاذ القرارات لجمع المشاكل مع الحبيب. الصحة، أنت بطبيعتك تعتني بنفسك وبصحتك. أما برج الدلو، يمدك الحظ بفرض مهلة وتكون الظروف لصالحك، كون جاهز لاغتنام الفرصة وتوي صفحة الماضي. العاطفة، تفرح لوجود شخص يهتم بك وتقرب المسافة بينك وبين الحبيب. الصحة، تتمتع بطاقة وحيوية بشكل كبير وتشعر بالرغبة في الذهاب لعدة أماكن، بما فيها سالة سبور، بما فيها النزهة، بما فيها السفر، بما فيها أي حاجة. الحوت، ينقصك الحماس ولازمك تحمي مصالحك، وتلقى روحك مشغول البال ومهموم، حاول أخرج من هذه الأزمة. العاطفة، إذا تحب ترجع ثقة الحبيب وضح رأيك ومواقفك. الصحة، على قد ما تحافظ وشوية، لأن هي الساس. شكرا لكل من تابع هذا البرنامج، ويعطيكم الصحة الكل، إن شاء الله ينال إعجابكم. هذه كانت الأبراج مع عميد الفلكيين التونسيين سي عمار الورداني، وإحنا سعداء باستقبال سي وائل بن جمعة مختص في الصناعات الغذائية، وكما قلت لكم باش يحكي لنا على الألومنيوم وكيفاش نتعاملوا مع الصباح يا سيدي. صباح الخير، مرحبا بكم بكل المشاهدين. يعيشك، دونك برشا ناس باش يقعدوا يتبعونا خاطر تعرف الألومنيوم باغتو في حياتنا، دونك هكا بشوية بشوية باش نفسروا لهم المظهر وممكن الحاجات الباهية اللي فيه. أما قبل كان تسمع نرجع واحدة ليشيف. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بضيوفك. احنا هاو بدينا هوني نحركوا بشويه بشويه. سليم هاو قاعد شحضر، فاش تحضر يا سليم؟ حطيت البطاطا تتسمط شويه باش نحضروا الفارس نتاع البلون اللي هو الدجاج مليحه، باش نوريكم كيفاش ننظفوا الدجاج شويه على جنب من هنا، باش نوريكم كيفاش نحلوا البلون باش يتفرسخ، خاطر ثم هما جوز كيف كيف، جوز جناب كيف كيف، معناها ثم جناب نجم تحل منه تتهلك معاش يمشينا البوليت فارسي، ترسينا نبدلوا كل شيء. باش نوريكم الجناب نهاو اللي نقدوا منه كيفاش ننظفوا الدجاج تاعنا. نحيوا شويه الشحم اللي على الجناب هذا هكا. بالطبيعة ثم العلب ديما نلقاهم لهنا في الكوان ذي، نحيوهم. ونجيو البلون من هنا الزدر كيما تشوفوا هكايا، ندوروه هكايا جوست نحلو شويه بركه هكا. ولهنا باش نفرسيو ونحطو الفارس نتاعنا، باش يخرج لنا بلون فارسي، باش يخرج لنا حاجه بنينه. لهنا نحطو الفارس نتاعنا. خلي كلمتي تو للشيف فتحيه شايف تكمل لكم. اوكي، انا حبيت نقول على المكونات بتاعي بتاع لي تويلو زاموند اللي هما اكلي تشوفوهم كيما الورق وهما على وجههم لوز ولا مخلطين باللوز ولا هذا. يلزمنا 200 غرام فرينة، 200 غرام سكر فرينة، يلزمنا 5 ابيض عظمه، الابيض برك، الاصفر تستعملوه في حاجات اخرى، اما في بسكوي سابلي ولا مايونيز ولا في طاجين، معناها ما تلوحوش العظام. مش خاطر نقول ابيض، وانا ديما نقول لكم كي تستعملوا الاصفر حاولوا الابيض تنجموا تخبيوه يصبر اكثر من الاصفر، معناها ديما يبدا عندكم دابوزه في الكونجيلاتور فيها شويه ابيض، تعملوا له ديكونجيلاسيون يخرج كانك توا استعملته. الابيض ديما يتخبى ما فيهش حتى مشكله. قلت لكم 5 ابيض عظمه، 2 باكويت فاني سمارت شيف، 200 غرام لوز هذايا المورق الابيض، انا ساعات نحمره شويه يعطي نكهه بنينه، و 125 غرام زبده. انا بالطبيعه الفرينه اخترت ورده العاديه، الفرينه معناها هي اللي باش تمشي معايا، بانسي نتاع ملح، هذوما الكل باش نخلط
السكر الفارينة مع أبيض العظمة، نخلطه حتى لين نحس ما عادش، رغم اللي هو سكر فارينة لكن تحسوا فيه كتغاز غيزة شوية متاع السكر، كي يذوب مع بعضه وقتها نحط الفارينة، بعد الفارينة نحط اللوز، وآخر حاجة هي الزبدة. لكن في الخلطة هذه الكل أكثر حاجة راهي تهمنا هي قديش باش يقعد الخلطة متاعنا في الفريجيدار، يلزمها وقت متاع برود في الفريجيدار. إذا كان ما نبردوهاش تنجم ما تطوعناش كما احنا نحبو، ما تتحلش معناها ما توليش ورقة، على خاطر احنا نحطوها دوب ليش ما ننزلوا عليها. تو نوريكم، قلت لكم انا ايتاب باغ ايتاب، كل مرة نوريكم خطوة خطوة كيفاش باش نخلطها. هذايا نخلطوا شوية بلاش ركضان، راهو جست يتخلط حتى لين العظم يولي فرد، معناها ماشي مع يولي كاينو سكر كاينو جلاساج. وقتها انا نزوز حاجه اخرى، مادام ما ولاش كاينو جلاساج يبدا فيه شويه كعابر وكل، خلطوا مليح بالمغرفه بالفرقيطه باللي تحبوا نتوما، المهم خلطوه مليح. هذا يا فاطمه اللي باش نقولوا على لي تويل، وقت اللي تحبوا ترجعوا لي مرحبا بكم. ميرسي بوكو لي شيف، يعطيكم الصحه. نرجعوا نحكيوا على الالومنيوم مع سوائل بن جمعه. الوغ وين نلقاوها الالومنيوم مسيو؟ هي مادة طبيعية، هي نوع من المعادن موجودة بارتون نلقاوها، وموجودة في التراب، موجودة في الكروت تيرستر بنسبة 8%، موجودة زادة في الماء وحتى في مياه الشرب. هي مادة طبيعية متكونة كيما تو لي زيليمون ناتوريل اللي موجودة. بعد التصنيع وين نلقاوها في ديارنا مثلا؟ في ديارنا عندنا حاجتين، ثم في المواد المصنعة اللي نلقاو في وسطهم مادة الألومنيوم اللي هو الأمبلاج، عندنا تسكي زادة بابي ألومنيوم، بابي ألومنيوم زادة كيف كيف، ونلقاوهم زادة في أواني الطبخ. أواني الطبخ مثلا كيما الكسرونات، كيما المقفول، كيما التناجر بالضبط. اليوم مواد مصنعة من مادة الجازوز، اللي كانت تاع الجازوز تاع الجو، دونك هذوك هما مواد مصنعة نلقاو فيهم الحليب. الحليب اي الحليب زاد فيه هما فيه ست كوش، وفيه ثم كوش موجودة بالألومنيوم، أما سيباغي ثم دخلاني، أما ثم أون سيباغاسيون تخليها ما تخليش تتعدى للداخل، معناتها ثم اون بروتيكسيون، ان جور دو بروتيكسيون اللي ما يخليش تتعدى. تو مسيو انت قلت لي ان هي ماده طبيعيه نلقاها في الارض ونلقاها، لكن احنا نعرفوا اللي برشا مثلا كيقولوا ورق الالومنيوم ما لازمناش نطيبوا فيه على خاطره مضر، دونك وقتاش ابارتيغ دو كيل مومون يولي الالومنيوم مضر لنا؟ هو ماده الالومنيوم مضر في تمبيراتور معينه. داك كي احنا نغلفوا الماكله نستعملوا الماكله، هو علاش نغلفوا بالالومنيوم اصلا؟ هي ولات زاد عاده موجوده عند التوانسه في السنوات الاخيره. شي تيب فيسا بالضبط، يعطيك اون ستركتور، تبدا الماكله ما تحرقش وتعطي مراوبه بالضبط. مثلا الحوت بالضبط، وخاصه الحوت اللي احنا نستعملوه برشا في وصفات تونسيه. المشكله في كي تبدا التمبيراتور عاليه، تبدا في درجه حراريه عاليه، وسورتو كي نفوتو 200 درجه. نفوتو 200 درجه تصير ثم عمليه نقولوها نحن في الصناعات الغذائيه هي ميغراسيون كونتوني كونتونو، معناتها الماده تتحول من الامبلاج تدخل اللي في وسط في وسط في وسط الاكل. وفي التمبيراتور هذيك دونك هذيك اول حاجه. وثاني حاجه مثلا كي نستعملوا مواد حمضيه مثلا كيما الطماطم ولا كيما القوارص بالضبط، اللي هي تولي تشق مادة الألومنيوم وتهبط تتعدى في وسط المحل نتاعنا، وبالضبط لازم نلقاوها في الليكانات. السوائل معناها المخاطر على البدن، شنو معناها شنو اللي يصيروا للبدن كي يدخلوا الألومنيوم؟ هي كي أي مادة كيما لي ميتولوغ، معناتها المواد الثقيلة، معناتها عندها مخاطر على جسم الإنسان وسيرتو في لو سيستيم نيرفو سنترال، في 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 الجهاز العصبي، ونجم يعمل حتى مشاكل بسيكوماتور، معناتها في كما نقولوا نحن في الاضطرابات النفسيه الحركيه بالضبط. دونك هذايا ماده الالومنيوم تقعد في وسط الجسم الانسان، هي تتنحى بالوقت. قداش يقعد لها باش تتنحى مثلا؟ هو ثم ديزيتود عاملينهم، الاتود الاولانيه احنا في تونس على الاغلب ما عندناش خساره، معناتها ديزيتود سبيسيفيك على ماده الالومنيوم، اما في اوروبا وفي فرنسا بالذات عملوا ديزيتود لقاو اللي ماده الالومنيوم تتحسب بالاسبوع، اش معناتها بالمليغرام بارابور او كيلوغرام في الجمعة، اش معناتها عبد شخص مثلا 70 كيلوغرام نحسبوا له قداش من مليغرام في الجمعة الومنيوم دي ريست دي ريزيديو باش يتنحاو من بدنه. ثم المواصفات الأوروبية من الإفسا يوروبيان فود سيفتي أوثوريتي هذه تحكي تقول راهو لازمها ما تفوتش ملي غرام في الكيلوغرام
في الاسبوع مش معناتها معناتها مثلا عبد جسمه 70 كيلو يوزن 70 كيلو لازم ما نفوت ما يفوتش 70 ملي غرام في الجمعه هذيك. لي زيتود عملوا في فرنسا بالذات مع تقاموا قاموا بديزيتود معينه لقاوهم ثم حاجات تتعدى ثم حاجات ما تعداش ثم مثلا سورتو المشكله مع الصغار سورتو سورتو الصغار على خاطر مازال فراجيل مازال فراجيل ويستهلكوا برشا مواد مثلا كيما الخضروات اللي تلقى فيها برشا ماده الالومنيوم كيما الحليب مثلا كيما الحليب اون بودر اللي هو زاد كيف كيف موجود فيه ماده الالومنيوم والشوكولاته اللي احنا نحبوها صغيراتنا يحبوها وعلى حتى يحبوها يشربوا الجو في الحاجات بالالومنيوم بالضبط الكانات الماكله نتاعهم ديجا المصنعه واللي مش مصنعه ديجا في الالومنيوم يلقاو في فرنسا في المادة هذه 0.48 ملي غرام في الكيلوغرام رغم اللي هي بعيدة على 1% أما لقاو ثم دي ديباسمون صاروا ثم صغيرات فاتوا الواحد ملي غرام وبنسبة طفيفة لما حالة ما فاتت وثم شكون لك حتى يقول لك 1 ملي غرام برشا معناتها ثم شكون يقول لك حتى صفر لقاو صغيرات مثلا ياسر يتحركوا لا الاستهلاك نتاعهم نوع الاستهلاك نتاعهم فيه برشا الومنيوم تأثيره يقصد شنو كيفاش نعرف صغير عنده برشا الومنيوم في بدنه ما نجموش نفيقوا المشكلة اللي المادة الالومنيوم والتوسكي ميتالوغ يقعد في البدن ما تعرفش وقتاش تكلانش وقتاش تصير المشكلة يولي مرض خايب يولي مرض خايب يا لطيف ينجم يعطي سرطان نجم يعطي مثلا التوسكي انسيفالوباتي معناتها يضرب في الدماغ ينجم يعطي مثلا يضرب في لي تيسيو اوسو يعمل مثلا ثم عباد تجيهم حتى في الدياليز يضرب لي غان دونك ما تعرفش عليش وقتاش وقتاش وكل شخص كيفاش وسورتو اللي يبداو ايمونو ديبريمي اللي عندهم مناعة نتاعهم اقل شوية هما معناتها تخرج العوارض نتاع المادة هذه اكثر ده كيفاش نجم تفضل سامحني فاطمه جوست انا نحب نفهم حاجه انت سيت قلت لي الالومنيوم ابارتير من 200 معناتها درجه في حراره هنا يولي يختير برشا هل انه الحليب مثلا في الباكو نتاعو الباكو فيه الالومنيوم هنا الالومنيوم هذاك مضر ولا لا اللي ما فماش حراره فيه جوست في الماده المصنعه هو في الماده نتاع الالومنيوم بالذات اللي في وسط مثلا في باكوات الحليب الحليب اللي هي ثم اون بروتيكسيون معناتها يعملوا بارير بلاستيك كيما البلاستيك اللي خليك ثم مثلا في التوسكي لي كانات ثم ان سور دو فيرني ان فيرني اليمونتير باش ما يخليش اما ساعات ثم مواد ماهيش ثماش رقابه كبيره ساعه هذه اول حاجه لي تو اللي حاطينهم 1 ملي غرام معناتها سون ديسبوتي وكبير وزاد حتى هذا موش ممنوع معناتها موش قانون يمنع معناتها هذا يقول لك الكميه المسموح بها اما كل واحد وكيفاش المصنع كيفاش يستعمل ونجم يكون حتى الكميات كما قلت انت موجودين هذو مثلا في الحليب ولا في الكانات باغ كونتر مثلا انت الالومنيوم كي تحط فيه ان برودوي ولا تستعمل مثلا كاسرونه ولا تستعمل حاجه وتقعد تستعملها برشا ولا تقعد مثلا نقول احنا ديما اون ايفيت تتحك اكزاكتومون حاجه نقولها للمستهلكين اذا كسرونه تحكت طيشوها طيشوها ما عادش استعملوها خاطر سواء تكون ماده الومنيوم سواء تكون اينوكس اللي هو نحبوا اكثر حاجه اينوكس اقل مضار منهم الكل سواء ماده التيفلون مش نسميوش ماركه اخرى الماده التيفلون كيف كيف اذا تحكت لازم تطيش على خاطر بعض يتعداوا ليميتو هذوما يتعداوا جسم الانسان بطريقه سهله على الاخر الالتيرناتيف التجاري يعني مثلا انت سمحني عملت عادي البديل اش معناها سمحني اللي ميتو الاخرين غاليين والا نجموا يوفيو فيه ساعه شنو بلار شويه بون البديل هو ماذا بينا اول حاجه ما نستعملوش البابي البلاستيك متفاهمين فيه هذاك اول حاجه اما البابي الومنيوم باش نطيبوا فيه ولا مثلا باش نخليوا فيه مواد حامضه هذاك 1000% يتعدى ثاني حاجه نستعملوا مثلا بور لي كونسيرفاسيون دو نو برودوي البلار البلار اعز حاجه هو سيراميك واحنا عندنا الفخار وعندنا معناتها في تونس عندنا اندستري معناتها بلوتو ارتيزون معناتها يعملوا في نجموا نشجعوهم بالعكس هذاك كيما حتى كنا جدودنا قبل جا البارح عندنا ضيفه تعمل في الفخار في الفخار وصدقني معناتها من احسن المواد اللي تنجم تحفظ الماكله اللي عندنا وتبنن بالضبط تعطي وباقي تقعد ماده طبيعيه مش كيف المواد الاخرين ثاني حاجه ثم البابي سلفوريزي توا هي حاجه اللي ولات توا بديل برشا عباد ولاو يطيبوا به في بلاست معناتها بلاست الالومنيوم مثلا أغلى أما أغلى أما هو أغلى صحيح أغلى أغلى أما قبل أنا نذكر معناتها أسوان بابي سلفيريزي ما كانش في المتناول التونسي معناتها كان غالي برشا توا ولا ثم ماركات تصنع فيه صحيح أنا نقول كما نقول أغلى شوية وفي مصلحتك وفي صحتك خير من اللي آخر سؤال كان تسمح سي وائل قلت لنا من بكري أنه كنا قاو معناتها بالمعادلات العالمية يقاو 0.28 والحاجة كي يلزمهم يتنحاو في الأسبوع هذا كيفاش تتنحى الألومنيوم البدن؟
هو في معناتها كيف كأي مادة معناتها سامة ولا كأي مادة تدخل في وسط البدن تيرا الميتابوليزم معناتها يخرج من وسط البدن يخرج من الإفرازات في الإفرازات أما المشكلة كي يبدأ أونيكسي كي يبدأ مثلا كي نفوت المعدل العادي يولي يدخل في وسط البدن يولي أونيكسي كي يبدأ تتعب بالضبط يولي تيستوكا يدخل سيغتو في السيستم أوسو وفي السيستم نيرفو معناتها هو اللي تصير معناتها ما ثماش حاجه باش نجمو نحيوها اللي هو مادامين نتفاداو وراه هذا نحكيو على غرو اليمونتير برك اما ثم توسكي ماكياج توسكي لي زونتي ترانسبيرون يقول لك افيك سيل الومنيوم اللي هما معناتها يسكروا لي بور ويعملوا امراض خايبه وزاد ثم عندنا ماده طبيعيه اللي هي شب اللي هي اسمها بيير دالان والآلة جاية هي 5% اللي هي خايبة شاب مش باهي بإفراط هو خير ديما نقولوا خير من توسكي برودوي كوسمتيك اندستريال باغ كونتخ في 5% دالومنيوم واللي هو مثلا ينجم صحيح معناتها ما يدخلش أسهل البنتراسيون اللي وصل البدن أصعب من لي برودوي الاخرين معناتها خاطر ثم تكوينات برشا من ماده الالومنيوم اما الباقي يقعد ثم يمثل خطر معناتها نستعملوه مره ولا مرتين في الجمعه كاقصى تقدير مع اللي نشموا فيه مع اللي نشربوا فيه مع اللي ناكلوا فيه تنجم تكون معناتها الكونتيتي كبيره نتاع ماده الالومنيوم والماكله اللي ناكلوها فيها الالومنيوم يعني قلت انا طماطم ولا حليب طماطم والحليب هما معناتها معناش نوتخ الترناتيف ما هذا معناتها لازم ديما انا ننصح مثلا عندي شكون مثلا اصحابي ولا زملائي مش معرسين ويستسهلوا ولا حتى المعرسين يقول لك معناتها المراه والراجل يخدموا ما عادش يلقاو برشا وقت باش يطيبوا دونك يستسهلوا يمشوا للسوبر مارشي يشريوا دي كونسيرف دي برودوي حاضرين لي احنا اون اسي ديفيتي جو بريفير تقول لك طيب مره ولا مرتين في الجمعه وخلي اون كونتيتي هذيك كو ساعات تكثر معناتها من لي كانات تكثر من لي جو تكثر من الدبابز الجازوز ولا حاجه اللي هما بعد عندك بوسيبيليتي من بعد باش يدخل في بدن. ميرسي بوكو سي وائل بن جمعه مختص في الصناعات الغذائيه دونك احنا نخرجوا فاصل ونرجعوا. تنويشة بنينة بنيتينا حنينة عبيدة معك ديما معك ديما معك 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 فرح أحبابك لوق أصحابك طيب جاري للبردان يوم لا ريحة يوم لا بنا تفي القلوب في الفم الذوب عبيدة معك 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 صيفة لبلابي من عند حروز دوب العظم زايد هروز باكيت سخونة قلت مقرونة قلت ما تنزيد تهروز زيد تهروز فروز فروز مكلة تنسية حلات السهرية تصنيف ماريا ما يوفاش ومكلتنا بنينا كوجينتنا ضحكة علينا عشرة عبيدة عبيدة محبة وتصنيف وعشرة سنين